الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وما بكم من نعمة فمن الله الله سبحانه وتعالى هو مجري النعم وأي نعمة في أي مخلوق ممن خلقهم الله تبارك وتعالى فمن الله وحده سبحانه وتعالى والمؤمن يعرف نعمة الله ويشكره سبحانه وتعالى على إنعامه وإفضاله شربة الماء التي تشربها نعمة من الله تبارك وتعالى ينبغي أن تسمي الله عندها وأن تشكره عليها واللقمة التي تأكلها نعمة من الله تبارك وتعالى فينبغي أن تسمي الله عليها وأن تشكره عليها إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل اللقمة فيحمده عليها أثنى الله تبارك وتعالى على عبده إبراهيم عليه السلام قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم ذكر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا بإنعامه عليه قال له سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذا رسوله وعبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم يذكره الله تبارك وتعالى بإنعامه عليه منذ كان طفلا لم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأصرع وأعمى بدأ لله سبحانه وتعالى أن يبتليهم اختبرهم فأرسل ملكا إلى الأبرص فقال له ما تتمنى على ربك قال جلد حسن ولون حسن فقد خضرني الناس كل الناس يستخدروني ما يلبسوا معي ولا فأنا أتمنى على الله أن يعطيني جلدا حسنا ولونا حسنا فمسحه فرجع له جلد حسن ولون حسن ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل فأعطاه ناقة أو شراء وقال له بارك الله لك فيه ثم أتى الملك الآخر فقال له ما تتمنى على ربك قال شعر حسن فإن الناس قد خذروني فمسحه
فعاد له الشعر الحسن. ثم قال له: أي المال أحب إلي؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال له: بارك الله لك فيه. ثم مات الأعمى فقال: وما تتمنى على ربك؟ قال: أن يرد الله علي البصر حتى أبصر الناس. فمسحه فعاد بصره إليه. ثم قال له: أي المال أحب إلي؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة حاملة وقال له: بارك الله لك فيها. فأما الأول صاحب الإبل أصبح عنده وادي من الإبل بورك له في ماله. وصاحب البقر الأقرع الذي كان أقرع أصبح عنده وادي كامل من البقر. وصاحب الغنم أصبح عنده وادي كامل من الغنم. ثم جاء الملك في صورة الأبرص يوم كان أبرص فأتى إليه وقال له: أنا رجل مسكين انقطع بي السبل والحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، ما أقدر أبلغ غير من مكاني إلا بالله ثم بك، بلغني أسألك ناقة واحدة مما عندك. فقال له: الحقوق كثيرة، أنا علي حقوق كثيرة. فقال له: ألم تكن أبرص؟ فعافاك الله وأعطاك هذا؟ فقال له: لا، إنما هذا المال ورثته كابرا عن كابر، يعني أخذته عن أبي عن جدي. فقال له: لئن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فرجع ذهب ماله ورجع له بلصه. وأما الأقرع فقال له نفس المقالة، جاء برضه في صورة رجل أقرع وقال له: أنا رجل فقير تقطع بي السبل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بقرة واحدة مما عندك تبلغ بها. فقال له: الحقوق كثيرة. قال له: ألم تكن أقرع؟ فمن الله عليك وأعطاك لي. فقال: لا، إنما هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال له: لئن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فصار إلى ما كان. وأتى الرجل الأعمى فقال له مثل ما قال، جاء برضه في صورة الرجل الأعمى وقال له: أنا رجل أعمى لا بلاغ لي وقد تقطع بي السبل إلا بالله ثم بك، أسألك شاة واحدة مما أعطاك الله. فقال له الرجل الأعمى: نعم قد كنت أعمى، فرد الله علي بصري فأعطاني هذا المال. وقال له: هذا المال عندك، والله لا أرزقك في أي شيء تأخذه منه. قال له: خذ من مالي ما شئت، لا أرزقك، يعني لا أضيق عليك في أي شيء تأخذه منه، شاه 100 شاه كل دين. فقال له: بارك الله في مالك، إن الله ابتلاك وصاحبيك فرضي عنك وسخط على صاحبين اللي هو الأقرع والأبرص. هذا ليس مثل قاله النبي وإنما واقع، يعني أمر وقع فيه، وأن هؤلاء ابتلاهم الله تبارك وتعالى واختبرهم بهذا، وكان هذا شأنهم في صفوف في هذا الاختبار كما جاء في الحديث: بدأ لله أن يبتليه. وهذا واقع في الناس، كم من الناس يجحد نعمة الله عليه، يكون فقير فيغنيه الله تبارك وتعالى،
فيكون مريض فيشفيه الله تبارك وتعالى، ولكنه يجحد نعمة الله تبارك وتعالى، لا يشكر الله على نعمه، قد يتظاهر أمام الناس أن هذا الذي هو فيه استحقاق، استحقاق جاءه فيه، وأنه ليس نعمة وليس هبة من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وإن لم يعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا فعقوبتهم باقية، كما قال الله في الكفار: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فكم من الناس يعرف نعمة الله عليه ولكنه منكر لها، جاهل لها، متظاهر متفاخر بغيرها. على كل منا إن أي نعمة أنعم بها عليه من الله أن يعرفها وأن يشكرها، طعامه، شرابه، لباسه، مسكنه، زوجته، أولاده، كل هذه نعمة، كل هذه نعمة أنعم الله بها عليه. اذكر نعمة الله عليه، زوجك، أعطاك، وهبك الولد، وهبك هذا، أعطاك هذا، أعطاك الصحة، أعطاك عين تنظر بها، سمع تسمع به، لسان تتكلم به. ولن يقوم أحد بشكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لو قمت كل حياتك عشان تشكر الله لنعمة البصر، ما وفيتها، ما وفيت الحق الذي عليك. كل عبادتك وعملك لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عليك، البصر الذي أعطاته الله تبارك وتعالى تبصر به. وكثير من الناس يميل الشيطان، يكون في النعم، في نعم لا يتخلف فيها، ولكنه قد يكون له يأتي شيء من الأذى أو شيء من المحنة أو شيء من الاختبار فيخيب الدنيا وقدرها، ولا يرى إلا هذا الشيء الناقص عليه أو البلاء الذي يأتي. انظر إلى النعم التي أنت فيها. وهذا إذا كنت في شيء أو أصابك شيء من الشر، فاعلم إن كنت مؤمنا أن هذا خير كذلك، هذا خير. إذا كنت مؤمنا فإنه كفارة للذنب، رفع عند الله تبارك وتعالى إذا صبرت على هذا. فالصبر على المصيبة خير. والنبي يقول: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه خير فشكر كان خيرا له، وإن أصابه شر فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتأسى بالنبي، ليس في عبادته فقط، وإنما في كل شأن من شؤونه. إذا رأينا حياة النبي الدنيوية نجد أمر عظيم. كثير منا لا يستطيع أن يعيش بحياة دنيوية كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي بيتي صلى الله عليه وسلم كان تقول عائشة: يأتي الهلال والهلال والهلال، نترى ثلاث أهلة في شهرين، ولا يؤخذ في أبيات رسول الله ناقل، كل أبيات النبي
إلى كما طعامكم، ولكن الأسود التمر والماء. يعني بيت النبوة شهرين كاملين ليس فيه خبزا يأكلون، ما في إلا تمر والماء. وإذا رأينا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها أخرج ثوب صوف خشن، ثوب رداء، وقالت قبض رسول الله في هذا. قلت له النبي ما في هذا الثوب اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. أقول لو رأينا حياة النبي الدنيوية صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه، نرى وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد أن يصير الله تبارك وتعالى الجبال ذهبا فعل، ولكنه مع ذلك عاش فيها. فيجب أن نتأسى، نتأسى الإنسان لما تكون أنت في شيء من الفقر أو من الجوع أو من كذا أو من كذا، قل لا هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحياة الدنيوية على هذا النحو. وكذلك كان الأنبياء والصالحون قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عيسى ابن مريم هو الرسول الذي ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، 600 سنة فقط بينهم. لم يسكن بيتا، طول حياته يتنقل من مكان إلى مكان بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مستعدية. وكان كما جاء في الإنجيل يقول للطيور أوكار وللثعالب آجار وليس لابن الإنسان بيت يضع رأسه فيه. يقول أنا مالي بيت أضع رأسي فيه أرتاح فيه نوم فيه. وكل في دعوته، وهو من؟ وعيسى ابن مريم عليه السلام رسول الله وكلمته. وإذا نظرنا إلى يعني هؤلاء الأنبياء والصالحون نجد أنهم في حياتهم الدنيوية مع ذلك مشاكرين لنعم الله تبارك وتعالى وذاكرين هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا نعمته علينا سبحانه وتعالى. نحن في نعم عظيمة نتقلب فيها، لكن قليل منا من يشكر الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فكونوا يا إخوة شاكرين لنعم الله عليكم. إذا ركبت سيارتك قل بسم الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه وسيلة ربنا سبحانه وتعالى سخرها لك كما قال جل وعلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أنتم يا أهل المسجد كلكم لو عملنا إحصائية من منا عندما يركب سيارته يقول هذا الدعاء، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كم مرة تذكرت هذا وأنت تركب سيارتك وينقلك الله تبارك وتعالى بها من مكان إلى مكان؟ هل ذكرت نعمة الله عليك في هذا؟ تذكروا نعم الله تبارك وتعالى واشكروه عليه.
وقد قال موسى عليه السلام لقومه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القول الكافر.